افتح الباب يا عسكري. يلا يلا يا اخي انت وايه؟ يلا خف نفسك منك ليه؟ خف نفسك شويه انت وايه؟ يلا يا ست. صباح محمد. نجحت. ونار مدحت. ازيك يا خوخه؟ ازيك؟ طابرين محمد؟ انا عامله ايه؟ امير كمان. انتوا مش هتكنوا بقى؟ ربنا مش هيهديكوا ولا رجليكوا خالص. ايه يا حسين، احنا هنقضيها سلامات ولا ايه؟ لا يا باشا. شوفي شغلك. يلا. 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 والله يا ام احسان انا جايه المره دي متسلمه. وايه الجديد يا اختي؟ ما كل بتوع المخدرات بيجوا متسلمين. الا المعلمه عزيزه هتنصب فرح لما تعرف بمجيتك يا حلوه. بس تلاقي وعدك يا اختي. يلا. يلا انت وهي. يلا يا اختي يلا. مدي شويه انت وهي. مدي. خش. قفلي. وصلوا وصلوا. هنادي وخوخه وصلوا يا ام عزيزه. انت متاكده يا بنت شفتيهم بعينيكي؟ ايوه شفتهم بعينيا في الايراد. طب يلا حضري نفسك، كلها 11 يوم وييجوا على هنا. عايزين نستقبل هنادي بتشريفه تليق بمقامها. هنستقبلها باحلى تشريفه يا ام عزيزه. ان شاء الله يا بنت ان شاء الله. افتح الباب يا ام سيد. يلا خش، كل واحدة تشوف فرشتها. أنا فرشتي محجوزة. أم عزيزة وحشتيني، وحشتيني قوي يا أم عزيزة. أنت كمان يا بت. كله تمام زي ما أمرتي يا ست الناس. بطوطة. إزيك يا خوخ، عاملة إيه يا حبيبتي؟ نورتي، فرشتك مستنياكي. ربنا يخليكي ليا. أنا آسفة حقك عليا. أنا عارفة إني غلط، وعارفة إن أقل حاجة تعمليها وياه إنك تجيبيني هنا تاني. بس والنبي تسامحيني يا أم عزيزة. والنبي. أمك. أمي وستي وتاج راسي ولحم اكتفي من خيرك. والأم بتسامح. وأنا والنعمة والنعمة توبة إن كنت أجي أمد حاجة تخصك تاني. حط لسانك في بقك يا بت واكتمي نهائي. حاجة ايه يا اختي اللي تخصني؟ المعلم حجاج مش حاجة ولا يخص الا ربه، وربه امره مثنى وثلاث ورباع، والحلال ما يزعلش الا ولاد الحرام. يعني انت زعلانة مني؟ ازعل منك ازاي يا بيت؟ ده انت بنتي. ده انا استفدتك من وسط بناتي وتويتك في بيتي تحت نظر جوزي. لو انت مش داريانه معناته ايه المعلم ياخدك دون عن حريم الدنيا كلها؟ معناته يا بنت انه ما يقدرش يستغنى عني ويريد واحده من ريحتي لاجل تفكروا بيا ليلاتي. ادعكي لي رجلي يا اختي، ما اعرفش ليه نقح عليا من الصبح. يا رجل.
ادعاكي كويس يا بت. بس خلاص بقالك زيادة عن أسبوع بتسحبي في شطة كافي مصنع مخلي البحالو يا بطة. ما انتي عارفة أم عزة وكيفها في الأكل، إن ما كانش مشطشط على الآخر مش هتحطه في بقها. يا أختي لو على الشطة دي كلها مش بعيد العنبر يولع. فردوس سيد رشا نديم العدد تمام؟ تمام يلا خشوا على جوه خد الست عزيزه لايمن باشا عشان عايزك استنى يلا يلا ست عزيزه قدام عزيزه ايمن باشا اوامرك يا ايمن باشا لو كان بإيدي أغير القانون وأكون مكان القاضي اللي حكم عليكي كنت اديتك أقل حاجة 25 سنة على الجريمة البشعة اللي أنت عملتيها دي بس للأسف القاضي اعتبرها قضية تحرش واداكي سنتين بس ده أنت كنت خلاص فاضلك أسبوع وتخلصي مدتك يا عزيزة إن شاء الله يوم واحد يا أيمن باشا أنا كان لازم أخد حقي عشان ناري تبرد تقومي تدمري حياة بني آدمة وتأذيها بالشكل البشع ده ما هي كمان أذتني يا باشا ربنا ما يحكم عليك بكسرة القلب يا رب ماشي سامية أفندم توديها لهبة تنقلها عنبر الأداب أها ما بلاش الأداب يا باشا اعمل معروف مش عزيزة اللي تعيش وسط بنات الحرام أنا لو عليا هنقلك عنبر القتل يا عزيزة يلا يا عزيزة وماله من القتلات أشرف وأجدع حريم فيك يا قناطر اوعي يا أختي أهلا يا ستي الكل نورتي الدنيا اللهم صل على النبي أم عزيزة خطوة عزيزة ده أنت منورة الدنيا تعيش يا بنت فين أجدح حصرين عندك جهزهولي بسرعة ولستي الكل هو ده اتفضلي يا ستي الكل لا أنا هاخد الفرشة دي أصل الحتة دي تراوة وانا ما بحبش الخنقه يلا يا اختي قومي عنك انت انا اللي هفرشه لا 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 انا اللي هفرشهولها نورتينا بلاش خوته يا اختي دلوقتي نبقى نوضب بعدين ماشي انت تأموري اعمل لك ضوافرك دلوقتي يلا يا بنتي انت وهي يلا وريني سبات ريح
ارفع راسك يا حجاج، مش عزيزه اللي الراجل بتاعها يطاطي قصادها. وانا عشان راجل ضعفت يا عزيزه، وانت سيدك من تعرفني انا ما بحبش العط، ماليش غير في الحلال. انما هي بنت حرام اللي غويتك وخانت العشره، خانت امها يا حجاج. ده انا كنت امها، وانت المفروض في مقام ابوها، ولا فيش اب يكتب على بنته. عرفت بقى حرام ليه يا حجاج؟ عرفت. سامحيني، توبت مش ناقصها غير انك تقبليها. التوبه ليها شروط لاجل تتقبل يا حجاج. رقبتي واموريني يا حبيبتي. هي ورقه مفيش غيرها، الزياره الجايه تيجي وورقتها في ايدك، غير كده يا حبيبي توبتك مش مقبولة. ولا تجيني زيارات بعد النهاردة. معقولة تيمور هيتجوز؟ طب ما هو ساكت على الموضوع ده بقاله سنين، اشمعنى دلوقتي يعني؟ أكيد في سبب تاني. أو حصل حاجة جديدة؟ طب وحتى لو حصل، ما هو كل حاجة ممكن تتصلح وما يوصلوش لكده. يا مويه مفيش أي حاجة جديدة حصلت. انت عارفه ان تيمور بقاله سنين نفسه في بيبي، وخلاص هو زهق يا مامي، ففكر ان هو يتجوز عادي ما فيهاش اي حاجه. طب وفريدي؟ فريدي هيتجوز، طب يتطلقوا ليه يا مامي؟ شي توك هير ديسيجن خلاص، وبعدين هو خيرها وهي طلبت ان هي تتطلق، ملناش دعوه. ليه تتطلق ليه؟ الست طول ما هي فاهمه وعارفه ان قلب جوزها في ايدها تعمل اي حاجه وما تفترقش عنه. والجديدة بقى ذنبها ايه؟ ذنبها ايه تكون مجرد بطن بتجيب الولاد؟ هي مش موافقة؟ يا ماما موافقة ولا مش موافقة دي مش مشكلتنا، اللي ما نرضاهوش على نفسنا ما نرضاهوش على غيرنا. وبعدين between me and you، تيمور لو خيروه بين الاتنين اكيد هيختار اللي بتجيب له ولاد، ما انتي عارفاه بيفكر ازاي. بس انا برضو مش مقتنعة بموضوع الطلاق ده خالص. بس انا مقتنعة دلوقتي بقى ان انتي وحشاني جدا وما ينفعش نسكت. اما انك ايه يا بنت انتي؟ بتعرفي تطلعيني من اي مود انا فيها كده just like that؟ يا ماما انا اي ميس يو، يعني هسكت ولا ايه؟ ميرسي قوي يا زياره، لكن مازن مش جاي خلاص؟ ده واجب عليا يا دوريه هنا، وبناء على اوامر مازن بيه انا مكلف اشوف كل الطلبات اللي انت تؤمري بيها. تصوري العساكر كانوا فاكرين ان السوشي النوع جديد من المخدرات ملفوف بطريقه مبتكره، اضطريت ادوقه وادوقه لهم عشان يصدقوا اني سابك. انت جايب لي سوشي؟ مش بس كده، في انواع جديده كتير عملها الشيف، قلت لازم ادوقها لك. اوه وكمان انواع جديده؟ هدوق ده كله مع مين؟ مع زميلتك في الاوضه. بس ماش اوضه، احنا مش في اوتيل 7 ستارز. اسمه عنبر. الظاهر انه محدش هيفهم السوشي هنا. انا اسف. لا مش للدرجه دي. شطه يا عزيزه؟ خدت نصيبها بقى. طب وهي عامله ايه دلوقتي؟ لا بقى، دي مش قصه راجل ضعف قصاد بنت دوم، دي قصه قلب وقع في سبع ارض. عشقتها حجاج؟ تعالي يا اختي خديني من هنا. عزيزه ولا يجيش على بلد تشوفني تاني الا لما اشوف ورقتها بعيني يا حجاج. فوتك بعافيه عزيزه. ساحه وليا. معلش يا عزيزه، ما يمكن نفسه يجيب اولاد، ما هو حقه برضه. لا مش من حقه، أما العيال إيه غير عمر جديد بنعيشه؟ وأنا اديته بدل العمر 10، في كل مرة كنت بتحبس بداله كنت بديله عمر، بنقص من عمري وبزيد على عمره. إذا حضر السوشي بطل أي حاجة جنبه، يلا كله. واو يس، سوشي في القناطر. This should be on today in history. يا أختي في إيه؟ يعني برنامج حدث في هذا اليوم، ماذا حدث يا عزيزة؟ طبعا
بس برضو قطع وقطعت سته. طب ما قبل ما تحكمي دوقي الاول. دقتي يا اختي دقتي، ويا ريتني ما دقت، كان يوم اسود يوم ما حطيته في حنكي. لا والنبي دقتي البتاع ده قبل كده؟ اسكتي يا غاليه ما تفكرنيش. دقتي يا اختي يوم ما رحت اقابل المعدول ابنها في المطعم بتاعهم. قال ايه يا اختي؟ مطعم طويل عريض وقد كده، والبيه قال ايه قاعد مجعوز كده، وجنبيه السنيوره الحلوه مشعر اصفر، وايشي معالق وسكاكين وشوك وجرسونات رايحه وجايه، وكل ده على ايه؟ على شويه سمك ناي. ايه يا اختي في ايه؟ ما تزيحي عن نفسك شويه، فكي عن روحك، ده احنا اخواتك برضك. ابني بعد كل اللي عملته عشانه ده مشي وسابني، هاجر وسابني لوحدي. تخيلوا انه بعت لي موظف عنده عشان يشوف طلباتي، مش قادر يفهم ان انا مش عايزه اي حاجه من الدنيا غير اني اشوف. يحرمني من الحاجه الوحيده اللي مهونه عليا ايامي ورميتي هنا في السجن بدالي، يحرمني منه وبعت لي اوردر سوشي بداله. لا إله إلا الله. لا اللي عندها عيال مرتاحة ولا اللي ما عندهاش شايفة ساعة راحة. يا أختي ما فيش حاجة تستاهل، ما تزعليش روحك. طب ده أنا مستعدية أكل من السوشي المقرف ده لو كان ده يفرحك. لا يا أختي بقول لك إيه، فكي عن نفسك، فكي، عيطي أحسن. ايه يا مرة اللي انتي جايباه ده؟ ناجي برضه. مش كان زمان قريب فتحتنا الوقت يا رضا؟ هنعمل ايه بس يا مجدي؟ مش ليا جسم افرح زي بقية البنات. احنا ممكن دوت ملوش حل، اي حاجة تفك عقدته. مش في عقدة ملهاش حل، بس حلها بإيدك انت. لو بإيدنا تبقى محلولة. قولي لي انت بس، ابوي مش ليه غير الشهريه اللي بتوصلها كل اول شهر، لو وصلته خلاص. منين بس يا رضا؟ ما انت عارفه البير وغطاه. لا والله مش قصدي، والله مش قصدي يا مجدي. انا قصدي يعني لو سبتني بعد الجواز اشتغل عند الست ثريا خلاص، يبقى انحلت من عند ربنا، وهو مش بعيد عندك تحت عينك في العمارة. النبي يا مجدي قول اه. برضه بتاخد هدومي من ورايا. دليل ما انت اللي غلطانه برضه يا ماما، انت بتسيبي لها اوضتك سبيلي يعني. ثانيه واحده رضا. ايوه دليل. انت قايله لك سكه الجاكيت بتاعي. انت مش قلتي لا يا تاخده؟ كدابه والله العظيم طول عمرك كدابه. انا اديكي انت جاكيت غالي زي ده تلبسيه. بس عموما انا هسيبك تتفسحي كده شويه وكلامنا يتكلم. ماشي عمر، ماي باي. باي. معلش يا رضا ما تزعليش. مش قادره اتحملها خالص خالص. اهدي يا دليل، اهدي، بطلي العصبيه اللي انت فيها دي. رضا تعالي هنا لو سمحتي. انت عمرك طلبتي مني حاجه وانا قلت لك لا؟ ها ردي عليا، عمرك طلبتي مني حاجه وانا قلت لك لا؟ ليه ما بتستاذنينيش وانت بتاخدي حاجه؟ ما هو فعلا يا رضا لازم تستاذني قبل ما تاخدي الحاجه. قلت لها يا ماما مره بذوق ومره بقله الذوق، ويا رضا لو سمحتي خدي حاجه واستاذني مني قبلها. ما بتسمعيش الكلام؟ ما عندكيش دم. انت مش قلتي لا يا دليله ان احنا زي الصحاب؟ اولا اسم الانسه دليله، اوعي تقولي لي دليله حاف، انت فاهمه؟ ثانيا بقى اصحابي اللي من المستوى اللي انت جايبه سيرتهم دول، عمر ما واحده فيهم تقدر تاخد مني حاجه من غير ما تستاذن. والله العظيم كان نفسي اسمع كلامهم لما قالوا لي ما تاخديش الاشكال دي عليكي. بصي يا ماما، ده الجاكيت اللي انا بسهر بيه بالليل، تمام؟ الانسه دي اخدت الجاكيت تفسح بيه الكلبه وتمشي مع الواد اللي هي ماشيه معاه السايس. اتفضلي شوفي. ومعادك والله العظيم لو فتحت الدولاب بتاعها هتلاقي نفسي كله فيه، لكن ازاي بقى؟ هي مش عاجبها حاجه. انت يا بنت نسيت الجلابيه المقطعه اللي انت كنتي بيها؟ وبعدين بقى يا دليله، هي مش رجعتهولك خلاص؟ رجعتهولي اه، بس من امتى وانا هلبس حاجه ريحتها فيها؟ من امتى يا ماما انا بلبس حاجه مكان ريحه الناس؟ تعالي هنا بقى انا مش بكلمك. انت يا بنت نسيتي نفسك؟
نسيتي انت جايه منين؟ ها؟ نسيت نفسها خالص. بتخش عليا الاوضه تفتح التكييف وتقعد جنبي، تقولي بنتي يا دليله، عامله ايه يا دليله؟ عيب كده يا دليله، ايه العسل ده يا دليله؟ اوضتك كلها مكركبه يا دليله. ايه؟ اخدت عليا قوي؟ اخدت عليا قوي؟ بصي يا بنت، قسما بالله العظيم انا لو شفت وشك قدامي مش عارفه انا هعمل فيكي ايه. تمشوها تمشوها يا ماما، والله العظيم لو ما عرفتيش يا ماما تمشيها هقول لبابي وهحكي له على كل حاجه. بصلي كده ليه؟ بصلي كويس. روحي يا رضا، روحي على اوضتك، روحي على اوضتك يلا. ايوه يا مجد، بقول لك ايه، احنا لازم نتجوز. بنت علي يخرب بيتك، المسلسلات بوظت مخك. لازم نتجوز واللي يحصل يحصل، وان كان على ابوي مجبر يوافق غصب عنا. هاي بدل ما ينفضح. ايه؟ انت بتتكلمي بجد بقى؟ بتكلم جد، هو الجواز فيه هزار؟ وده يبقى اسمه جواز يا رضا؟ امال يبقى اسمها ايه؟ يبقى اسمه بجاحه وقله ادب، وانت لو قصادي دلوقتي كنت كلت كلامين على وشك. يعني ايه؟ عشان انا راجل، والراجل عمره ما يرضى بالحال المايل اللي بتحكي فيه ده. انت راجل؟ انت مش راجل، ولا ابويا راجل، ولا حتى راجل. انا تعبت من البهدله، تعبت من البهدله، تعبت من البهدله يا مجدي. كان ردك يا ابن الذين ضحكني وبعدين. طيب ثانية واحدة يا عمر، خليك معايا. نعم، عايز اتكلم وياك. عايزة ايه؟ مش هاخد منك حاجة تاني والله، حقك علي. حق عليكي؟ انت يا بنتي ما بتفهميش، انا مش قلت لك ما تجيش الأوضة دي تاني؟ مش هاخد منك هدوم تاني والله يا انسه دليل. تاني وتالت ايه؟ انا بابا خلاص هنمشيكي بكره. حقك علي يا ربي، امشي يا رضا من هنا. حقك عليا يا انسه دليل. ايه جو الافلام الحرب اللي انت فيه ده؟ بدمعتين دول فاكريني هقتنع يعني؟ خلاص سيبي الهدوم وامشي. حقك علي، انا اسفه. رضا امشي من هنا. لا اسفه يا انسه دليل. ما تعصبنيش يا بنتي اكتر من كده. حقك على راسي. يا امي يا امي. النبي مش تزعلي مني. رضا انتي بني ادمه مستفزه، انا ما شفتش كده، ما شفتش برود اكتر من كده. هيدا الكلام تاني؟ هيدا الكلام تاني؟ اخرجي بره. حقك عليا، مش هعمل كده تاني. يا بنتي ايه الذل اللي انتي فيه ده؟ يا مذلوله يا مذلوله، شايفه من عمايلك؟ شايفه الذل اللي انتي فيه ده من عمايلك. طب حقك عليا، اخرجي بره. والنبي مش هعمل كده تاني، مش هاخد منك هدوم تاني. والله مش هاخد منك هدوم تاني، بس حقك عليا مش تزعلي مني. رضا والله لا تمشي، والله لا تمشي بكره. شفتي بقى؟ طب حقك عليا والله لا تمشي تاني، هتمشي والله. يلا اخرجي بره يلا. يخرب بيت الاستفزاز. يلا ياما معايا موبايل يلا. بتستفزني قد ايه؟ شفت؟ يا نهار اسود على كده، والله يا عمر كان عندك حق.
كان عندك حق الاشكال اللي زي دي ما تمشيش الا بالجزمه. لا 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 يا عمر، فظيعه فظيعه، بتوترني توتر دلوقتي. اوف دابة. انا اديكي انت جاكيت غالي زي ده تلبسيه. انت ايه الذل اللي انت فيه ده؟ يا مزلوم يا مزلوم، انت شايفه من عبايلك؟ شايفه الذل اللي انت فيه ده من عبايلك؟ Thank you.
لا تنسوا الاشتراك في قناة شوف دراما ليصلكم كل جديدنا.